التميز هذا ما يجي ليلة وضحاها، يعني لازم تذاكر يوميا قبل الاختبار ثلاثة شهور. يعني كنت أذاكر تقريبا من بداية السنة الاختبارين يعني كلها. طبعاً حصلت بعد كل هذا من المواظبة على الصلاة وحفظ القرآن، وطبعا المواظبة على الدراسة والكتب. إن ما يعتمدون على الحفظ دائما، يعتمدون على حل المسائل اللي تعتمد على التفكير بدون المشي على طرائق معينة، وإنهم ما يكون عندهم رهبة من الاختبار، لأن أحيانا يكون العائق هو الخوف من الاختبار فقط لا غير، لا القدرات يعني. بر الوالدين، لأن صراحة بدون دعاء أمي وأبوي ما وصلت لأي مكان. سر نجاحي وتفوقي بحمد الله والثناء علي هو وقوف والداي بجانبي ودعم الأسرة بشكل كبير. أهم شيء قبل لا يدخلوا الاختبار يكونوا مستعدين بكثرة التمرين، والمسألة مو مسألة حفظ، يعني المسألة مسألة لياقة ذهنية. أنت كل ما تمرنت أزيد على الأسئلة والأمثلة، كل ما يكون إن شاء الله أدائك في الاختبار أفضل.